دودو وانتو في قناة العب مع دودو، بس انا هدوس على الاشتراك والزرار الاحمر والكرس عشان اسلكوا كتير والعب مع دودو. يلا يا دودو بسرعة، انا عد من 1 لـ5 وهنشوف مين صحابنا الحلوين اللي هيدوسوا على اشتراك عشان يشوفوا كل ألعاب دودو الجميلة. يلا نعد، 1 2 2 3 3 4 4 5. يلا يا اصحابي بسرعة دوسوا على الاشتراك. النهاردة بقى هنفتح ايه؟ بصوا بقى اللعبة دي، احنا روحنا لمحل الألعاب اوكي، وقلنا لعمه عايزين اكبر لعبة LOL موجودة عندك، فقال اللعبة دي اكبر حاجة عندي عشان فيها عربية. العربية دي بنفتحها وبتتحول كده، وفي من جواها بصوا جوه خالص LOL فيها حاجات كتيرة قوي. بصوا عاملة ازاي، تعالوا نشوفها من ظهرها. بصوا بصوا جميلة ازاي، دي لقيناها اكبر لعبة في المحل وفيها عربية لونها بينك، وهنا الاول او ال، وهنا الخاتم بتاعها جميل. يلا يا دودو بقى يلا نفتحها بقى ونوري لاصحابنا، ايه رايك؟ ها يلا، هتفتحها انت ولا افتحها انا؟ يلا يلا نفتحها بقى، هنفتح من هنا. انا عايز. طب يلا دودو بقى هيفتحها وهنشوف بقى. يلا يا دودو اهو اهو، يلا انا هجيب مقص اساعد دودو. هات هتساعدك اهو اهو، شد واحده. لا اصل دول كتير، استنى استنى. بص هنفتح بقى كده، ادي واحده شلت واحده. لا خلاص كده يا دودو احنا فتحناها من الناحيه دي اوكي. تعالى بقى نفتحها كده. انا هفتح. مين متحمس؟ مين عايزين نشوف بقى العربيه والحاجات الجميله قوي اللي جواها يا دودو. انا فرحانه. هات كده، استنى هات كده. خلاص انا بص بقى هنشد دي اهي. انا هعرف. طب يلا اهي 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 يلا. ايه انا فرحانه قوي. الله دي كانت مش من ورا، بس دي اول حاجه. استنى بس نوري لاصحابنا، استنى يا دود. بصوا دي العربيه، دي اول حته، لسه في تاني. انا مش شايف. وفي هنا مستنى بس، هنا ال او ال، وفي هنا تورتايه. ماشي انا هطلع الحته الثانيه. ولا انت هفتح دول؟ لا استنى، صعبه قوي يا اصحابي، صعبه قوي. اهو طلعنا الثانيه. استنى استنى نوري لاصحابنا في مطبخ. لا لا وريني بس في ايه. هات بص من جوه في ايه. في بزازه. استنى في ستيكر. تعالى نوري لاصحابنا بقى حاجه حاجه يا دول. استنى نوري لاصحابنا الستيكر ده حاجه حاجه. بصوا هنا في ستيكر على اشكال اوكي، وهنا في دي لسه هنركبها. وفي ايه تاني؟ في هنا الببرونه بتاعه العروسه. معاك ايه تاني؟ هنا دي الورقه بتاعه ال او ال. وريني بقى دي يا دود، وريني الثانيه دي. انا معرفش دي. اه دول حاجات دي لسه برضو هنركبها ونشوف ايه دي. وهنا بقى العربيه. ويلا بقى نفك العربيه يا دودو. نفك. يلا يا دودو بقى ورينا. دي اول حاجه العربيه، لسه هفرجكم عليها يا اصحابي. استنى في ايه تاني؟ انا هفتح دي. يلا افتح ال. وفي هنا استنى يا دودو. ايوه التورتايه. بصوا في هنا التورتايه، وفي بقى ايه حاجات كده اهو. احنا ايه لسه ما فرجناكوش على حاجه، احنا كل ده كنا ايه لسه بنفتحها اوكي. يلا نبتدي بقى نشوف العربيه. بس لازم نحط ستيكرز على العربيه. اه هنحط. هو هياخد كتير عشان في 26. طب اوكي هنعمل بقى حاجه حاجه يا اصحابنا. بصوا دي ال ال او ال اللي طلعت معانا. بصوا شعرها لونه بني ولابسه لبس جميل، ودي الببرونه بتاعتها اوكي. هنا بقى يا دودو دي اللي هي ايه هتحط عليها الاكل والحاجات بتاعتها. بصوا بقى انا فكيت دي اهي اوكي.
دودو انت بتعمل ايه؟ بركب الترابيزه بتاعت المكان. تعالى بقى الاول نوري. عشان شفت بس بعد بشوف الورقه عشان بعمل ايه. اوكي بصوا بقى، تعالوا ايه الاول افرجكم بقى على حاجه حاجه كده، فكنا اللعبه. تعالوا الاول نشوف العربيه الجميله دي. بصوا العربيه دي لونها بينك، في هنا النور بتاعها، بصوا، وهنا ده مكان السواقه، وهنا وهنا في انا بعمل يعني كرسيين. وبصوا هنا الكنبه دي بقى فيها حاجه جميله قوي، بصوا بتفتح هنا. هاتوا العربيه. طب استنى ثواني يا دودو بس هنوري الاصحاب هنا. لا 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 وهنا بصوا بصوا يا جماعه، عايز توريهم ايه؟ وريهم. بصوا ده لازم يبقى هنا عشان اول ما تخش. احنا بنركب حاجه حاجه، بنوري اصحابنا حاجه حاجه. انا بركبهم. دي اول حاجه العربيه. خدوا دول عشان. وبصوا الجميل فيها بقى ان الباب بتاعها ده بيفتح. بصوا الباب بيفتح ازاي. بصوا ممكن بقى نجيب ال LOL اهي، نقعدها مثلا هنا. هنا بقى الحاجات اللي مع دودو دي. بص يا دودو دي الترابيزه. انا اوكي ركبتها. لسه هنعملها. وهنا بصوا في ايه، هنا بقى في الكوبايات والحاجات. وهنا بصوا كل الحاجات دي بقى لازم نفكها عشان ايه نركبها. بصوا وبصوا دي الكاميرا. فين؟ نزل في ايدك لتحت. وفي كاميرا عشان لما نعمل الفيديو اهي. وفي هنا بقى بصوا طبق ومعلقه وشوكه وسكينه. يلا يا دودو بقى لازم نفك الحاجات دي. في حاجه ادي فكينا طبق. اوكي وفكينا هنا الشوكه بتاعت ال LOL، وفكينا السكينه، وهنا كمان سكينه. يعني ازاي اركب هنا بقى؟ عارف ده بقى الفاكهه، دي موزه، ودي كيكه، ده كيكه اهي كده. فكينا دي كلها. بصوا اهي دي اول حاجه. اوكي انا عايزه اشوف ازاي. بصوا بقى الترابيزه دي هنعمل ايه، هنلزق عليها الستيكر ده. ده الستيكر بتاعها اهو، هنلزقه كده كده. عملنا الترابيزه. بصوا شايفين جميله ازاي. هنحط ايه بقى يا دودو على الترابيزه؟ ادي الترابيزه. بص هنحط ايه بقى، استنى يا دودو سيبها. هنحط دي الطبق، ودي الكراسي، ونحط الشوكة والسكينة والمعلقة والأكل الجميل ده. أنا فين الستيكر؟ عايز الستيكر؟ عشان نحط. بصوا يا جماعة هتحط ايه؟ دي عشان نحطها على الكرسي. استنى ارجع لك الكرسي كده. بيحط دودو بيحط الستيكر. هات كده. وفي وفين التاني؟ بصوا دي برضو هنفكها قدامكم. بصوا في هنا دي بيتزا، بسكوت، كروفتير، كل ده اكل. بصوا دي انا عارف اعمل انا كل ده اكل برضو. نحطه فين بقى؟ عارف ممكن نحطه هنا اهو، ولا على الترابيزه احسن؟ نحطه على الترابيزه. اوكي هنا فين؟ العربيه بتتفتح، لسه هنوريها لاصحابنا. تعالوا الاول اهي البيتزا. بصوا في حاجات. الله. هنحط بقى ايه الاكل. بص يا دودو ما تجيش ناحيه الترابيزه دي عشان احنا بقى ايه بنحضر حاجه حاجه. انا بحضر حاجه حاجه عشان. اوكي كده جي عملنا الترابيزه. هنا بقى في كراسي لازم نركب لها الظهر بتاعها. فين يا دودو ظهر الكراسي اهو؟ بصوا بصوا الكرسي بنركبه ازاي. انا بحضر كده. العربيه باخد بصوا بقى كرسي اهو، ده اول كرسي، والتاني اهو. بصوا يا جماعه ده تاني كرسي كده. عملنا كرسيين وهي الترابيزه. ما تجيش ناحيه الترابيزه يا دودو. بصوا دودو بقى بيزين الايه العربيه. بصوا كده دي الترابيزه والكراسي، وركبت دي كمان. دي بقى ايه؟ دي زي عربيه الاكل كده. بصوا بصوا بنحط عليها اكل ونجرها كده اهوت. اوكي ودي لول يا دودو قعدها في العربية. ناقص ايه تاني؟ ناقص دي برضو ايه، ده براد الشاي. بصوا
براد الشاي وبراد القهوة. تعالوا نفك دولت. في شاي. تعالوا نفك دولت ونشوف ايه ده. بصوا وريني ايه ده يا دودو. بصوا في ايه. ايه ده؟ يلا بقى ايه، هنفك دولت. بصوا هفكهم قدامكم. ده ايه؟ براد شاي، براد قهوة. بصوا عاملين ازاي، صغننين خالص. وهنا بصوا دي بقى، بصوا دي اللي بنحط عليها البسكوت. بصوا بصوا بقى على الترابيزة دي، دي ترابيزة الشاي اللي بتتجر. حطيت ايه؟ حطيت كوباية الشاي والبراد. اوكي. هنا بقى دي برضو ما فكناهاش. دي بقى عبارة عن ايه؟ دي حاجة ال LOL بتالي، دي توكا ودي شنطتها وحاجتها. تعال نشوف كده يا دودو، دي توكا. دي طلعت التوكا بتاعتها اهي. بصوا هوريكم بقى كمان حاجة في العربية الجميلة دي، بتتفتح تحت. بصوا طبعا احنا هنا، اوعى يا دودو توقع الحاجات دي. ها وقع. هجيبها انا. اوكي عشان اوري لاصحابنا بقى ايه العربية. سيب الحاجات دي. العربية دي بصوا بقى العربية دي النوارة. بصوا بتتفتح. بص يا دودو بتتفتح كده. اوكي. ومن تحت بنطلع دي كمان. بصوا استنوا هطلعها لكم. بصوا شايفين دي بتطلع ازاي؟ دي بتطلع كده اهي، شايفين بتطلع ازاي؟ بصوا بقى دي طلعت ازاي. فايه اللي هيحصل دلوقتي؟ هتيجي بقى ال LOL هتقعد هنا. اوكي. وهنجيب لها الاكل بتاعها. استنى يا دودو، ماما الكهربيت مش شغاله. هنجيب لها بقى الاكل والحاجه بتاعتها نحطها لها هنا اهوت وتاكل. بصوا العربية كلها بتتفتح اهو، شايفين جميلة ازاي؟ بنفتحها ونقفلها لو هي عايزة تمشي. دي بقى كمان بصوا دي هنحطها هنا يا دودو كده وراها. ناقص ايه تاني؟ وفي هنا بقى الاكل. ناقص ايه يا دودو؟ انا بقى احط لها الترابيزة بتاعتها. بص احط لها الترابيزة بتاعتها هنا، وممكن هي بقى ايه تقوم العربية وتقعد على الكراسي الجميلة دي. ايه رأيكم بقى في اللعبة الجميلة دي؟ بصوا وفي بقى هنا الكاميرا، بصوا اللي هنصورها بيها اهي. طب لو هي بقى ال LOL عايزة تمشي تعمل ايه؟ لو عايزة تمشي بالعربية هنقفل بقى العربية، هنقفلها لاصحابنا نوريها بتتقفل ازاي. بصوا هنقفل الباب دي اول حاجه، ماشي. ومن تحت بصوا في ايه كده، اهي دي بتنزل لتحت. اوكي. ونقوم قافلين العربيه وتمشي بقى عادي. هنركبها، نركبها قدام، هي اللي هتسوق. وفي معاها كمان موزه، ممكن تاكل موزه. خدي ماما. ايه رايكم بقى في اللعبه الجميله ديت؟ الترابيزه والكراسي وحاجتها كلها، كل الطعم بتاع ال او ال. ايه رايك يا دودو في اللعبه الجميله ديت؟ ايه رايك؟ جميله صح؟ ما هذا اللعبه جميله. بحبكم بابا.